الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا وهي 48 إشارة التمثيل إن كان يراد بها إشارة التمثيل عند ذكر شيء من صفات الله محرمة. إشارة التمثيل عند ذكر شيء من صفات الله محرمة. وإشارة إثبات الحقيقة جائزة. إشارة التمثيل عند ذكر شيء من صفات الله محرمة، وإشارة إثبات الحقيقة جائزة. نحن نرى أن من الشارحين من إذا حكى شيئا من صفات الله يشير بما يخصه هو من الصفات، أليس كذلك؟ يعني مثلا إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله، شوف كيف حكى صفة الله وأشار بما يخص صفته، فهل هذه الإشارة جائزة ولا ليست جائزة؟ فيها هذه القاعدة. أو يقول ينزل ربنا، أنت معي ولا لا؟ حكى شيئا من صفات الله فأشار بما يخص صفاته. أو إذا قال إننا نثبت لله العين والسمع ونثبت لله الكلام، فهل يجوز أن تشير بما يخص صفتك عند شيء مما يخص صفات الله؟ الجواب لا تقل لا يجوز مطلقا ولا تقل يجوز مطلقا، وإنما الأمر على التفصيل في قصدك بهذه الإشارة. تقصد بها مماثلة الصفة بالصفة، إن كنت تقصد بها مماثلة الصفة بالصفة، بمعنى أن الإصبع الذي حكيته لكم عن الله هو عين هذا الإصبع الذي هذا إشارته، العين التي حكيتها لكم هي عين، هي نفس العين، وهكذا. فإذا إشارة التمثيل عند ذكر شيء من صفات الله محرمة. ها فهمتم هذا عبد الرحمن؟ إشارة التمثيل يعني إشارة يقصد بها التمثيل محرمة. لما؟ ليس كمثله شيء، الآية كثيرة. لكن إذا كان لا يقصد التمثيل وإنما كان يقصد إرادة إثبات الحقيقة، بمعنى أنني كما أن هذه هي الأصابع الحقيقية في المخلوق فأنا أريد حقيقة أصابع الله اللائقة به، هذا فيه قطع لدابر التمثيل والتحريف ونقل الكلام عن حقيقته، فهذا جائز. فإذا كان يريد إثبات المماثلة فمحرم، وإذا كان يريد نفي التحريف وإثبات الحقيقة فجائز. ودليلها أمران. دليل الأول في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فقال إن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يطوي السماوات فيأخذهن بيمينه، شوف كيف قلت أنا بيمينه، ثم يطوي الأراضين ويأخذهن بيده الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. يقول ابن عمر فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهز يديه على المنبر ويتحرك أصله حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هل هز النبي يديه لإثبات التمثيل المماثلة ولا لإرادة الحقيقة؟ يعني يا أيها المحرف لا تدخل، يا أيها المعطل ما تدخل، أنا أريد حقيقة الهز لا مماثلة الهز. في السنن لما نزل قول الله عز وجل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، يقول الراوي فوضع النبي صلى الله عليه وسلم سبابته على عينه وإبهامه على أذنه. هل يقصد أن البصر كالبصر مثالا؟ هل يقصد إشارة التمثيل ولا إشارة إثبات الحقيقة؟ فإذا احفظوا هذه القاعدة، إشارة التمثيل محرمة وإشارة إثبات الحقيقة جائزة.